لو عاد بي الزمن لتزوجت أحد رجال السلطة واعتزلت وجلست في منزلي. لو عاد بي الزمن برضو أختار نفس طريقي. نفس الطريق نفس الاختيارات كنت نفس الاختيارات بحلوها وبمرة. جميل. اعتزال الفن لفترة كان قرارا خاطئا، نعم أم لا؟ لا أنا ما اعتزلتش فني، أنا كان في مرحلة كان في تغير الفن من جيل لجيل كده، فأنا توقفت وكنت عايزة أغير جلدي، اتحبست في المرأة الحلوة الحلوة لفترة طويلة، أنا جوايا ممثلة عندي إمكانيات كبيرة، فتوقفت وأنا عملت النقلة لنفسي بقى. بقيت أعمل كل الأدوار، مراجعة حسابات يعني لازم. هذه الفترة كنت عم تراجع فيها. وعلى فكرة مش أي فنان يقدر يعمل ده. أنا توقفت 3 سنين، كان بيطرد عليا شغله وأرفضه، بحس إنه شبه اللي عملته. وأنا كنت عايزة أغير جلدي خالص. فربنا قواني ونجحت إن أقدر أغير جلدي، النهارده بعمل كل الأدوار. صح، وبتقدمي حالك بصورة أو قدمت حالك بصورة مختلفة على طول. دايماً كل عمل لازم الناس تلاقيني جديدة. تمام. مش تقليدية.